بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، طيلة الأيام والليالي العشر السابقة والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى متذللين متبتلين بهذا الدعاء المبارك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عملا بما جاء في صحيح السنة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأود أن ألفت أنظار حضراتكم إلى أن كثير من الناس يدعو بهذا الدعاء من غير فهم ولا فقه ولا وعي، وذلك أن هذا الدعاء يثبت أن من أسماء الله الحسنى العفو، ويثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو. وقد قرر أهل العلم أن من عامل الخلق بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلق الله عز وجل. ولذلك فإن الله تعالى ستير يحب الستر، وهو رحمن رحيم يحب الرحمة، وهو عفو كريم يحب العفو ويحب الكرم ويحب الجود. فإذا أردت أن يعاملك الله تعالى بصفة، فعامل أنت عباد الله بهذه الصفة. إذا أردت أن تحظى برحمة الله، فعليك أن تتعامل مع عباد الله تعالى بالرحمة. وإذا أردت أن تحظى بعفو الله، فعليك أن تتعامل مع عباد الله عز وجل بالعفو. ومن هنا فإنه ليس من الفقه ولا من الوعي أن يدعو الإنسان ليله ونهاره في صلاته وقيامه وتهجده بهذا الدعاء المبارك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثم يكون قلبه مملوءا بالغيظ والحقد على خلق الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نحظى بعفو الله عز وجل، فعلينا أن يتعامل بعضنا مع بعض بهذه الصفة الكريمة المباركة التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة وفي ختامها، في حال ضعفه وفي حال قوته. فقد كانت هذه الصفة من سماته صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: يا جبريل، ما هذا؟ فقال عليه السلام: يا محمد، إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.